في إطار جهود مواجهة أذرع إيران في اليمن والعمل على إعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد، أطلق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية لاستهداف مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الحوثي في محافظة صنعاء. وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد ركن تركيا المالكي أن العملية تهدف لتدمير 5 مواقع للدفاع الجوي وموقع لتخزين صواريخ باليستية في المحافظة. توجه السؤال لديك دكتور عصام، وإن تكرمت باختصار، هذه العمليات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، المتتبع لهذه العمليات خلال الشهرين الماضيين يرى بعمليات متكررة تقوم بها هذه الميليشيات بإعاز من النظام الإيراني في محاولة منها لتشتيت الرأي الدولي وأيضا لإشغال الرأي الدولي إن صح التعبير تجاه هذه العمليات التي تقوم بها هذه الميليشيات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية. يعني هو الحقيقة كما أنا ذكرت سابقا، لكن دعني أعود إلى نقطة. أنا لم أقل أن هنالك قواعد أمريكية في المملكة العربية السعودية إطلاقا، لا، هو قاعدتين كما تفضل زميلنا، هو في العديد وأنجلك بتركيا. ولكن تستضيف المملكة العربية السعودية الطائرات الأمريكية وبعض القطاعات للإسناد واللوجستي لهذه القوات كما استضافت الأردن أو أي دول لها تحالفات مع أمريكا لهذه القوات، وهذا لا يعني إنشاء أو تواجد القواعد. النقطة الثانية على سؤالك كما تفضلت أخي حمد، يعني أنا أقول أن هنالك نوع من التكتيك الإيراني الجديد لتشتيت الانتباه الإقليمي والدولي حول المحور أو النقطة المركزية التي تسعى إيران للوصول إليها، فهي تستخدم وكلاءها في كل من العراق لإحداث بعض التوترات والهجوم بأيدي الحشد الشعبي على بعض القواعد الأمريكية الموجودة في العراق باستخدام الهاونات أو المدفعية، بحيث أن يكون هنالك فقط استفزاز أو مشاعر من الخوف لدى القوات الأمريكية بأن هنالك نوع من العداء موجود من الداخل العراقي لها. كذلك تحاول أن تسخر قوات الحوثي لإيجاد النوع من القلق باستخدام الطائرات المسيرة التي تستخدم طبيعة الأرض الوعرة والجبال والممرات البينية بين الجبال للوصول إلى المطارات القريبة من الحدود الإيرانية. وأنا أقول أيضا يعني للذين يستفسرون يقولون لماذا لا تستطيع المملكة العربية السعودية إسقاط مثل هذه الطائرات؟ لدى المملكة العربية السعودية منظومة دفاع جوي متطور جدا، لكن هذه الطائرات هي طائرات التي يستخدمها الحوثيين بدائيا، من ناحية أنها لا يوجد فيها إشارات لاسلكية تلتقطها الدفاعات الجوية، ولكنها تستخدم الممرات البينية بين الجبال الوعرة للوصول إلى الهدف، إضافة أيضا إلى استخدام حزب الله في لبنان، فهي تحاول كما قال السيد نصر الله قبل أسبوع بأن على إسرائيل أن تعي أن أي هجوم على إيران سيكون تدمير ومحو لإسرائيل. وضح. وضح هذه الارتباكات التي تحاول إيران استخدامها هي فقط اسمح لي دكتور على المقاطعة، يعني وهو فقط كسب المزيد من الوقت. سمحت لي دكتور عصام، يعني اشكرك على هذا الايضاح فيما يخص هذه الميليشيات الحوثيه، ولكن اختصار الوقت للتركيز الحديث عن هذه الميليشيات الحوثيه. سيد جاسر، رغم ما تقوم بهذه الميليشيات من خرقها للقوانين والاعراف والانظمه الدوليه باعتداءاتها على المملكه العربيه السعوديه وعلى عيان المدنيه وعلى ايضا المطارات والمصالح في المملكه العربيه السعوديه، الا ان التحالف بقياده المملكه العربيه السعوديه ما زال يمارس ضبط النفس تجاه هذه الاعتداءات. والعمليه التي قام بها فجر اليوم رغم أنها ضمن قواعد الاشتباك، إلا أن أيضا التحالف اتخذ إجراءات إضافية بإعلان عن هذه العملية قبل تنفيذها وتوجيه رسالة للمدنيين بالابتعاد عن هذه المواقع. صحيح، هناك هدف التحالف، تحالف دعم الشرعية، مهمته الأساسية حماية اليمن ونصرة الشعب اليمني وإعادة الشرعية، ولذلك هو تجاوز كثير من المخاطر وهو يعلم بوجود أسلحة داخل المدنيين ويعلم بالتهريب ويعلم يراعي هذه القواعد ويصر عليها باستمرار. هي القاعدة بكل بساطة اليوم، اقطع رأس الحية يغدو الذيل اللعبة. إذا تمت محاصرة إيران والضغط عليها اقتصاديا
لا حزب الله ولا الحوثي، التنشيط الفعال الذي نراه للحوثيين الأيام هذه ومحاولة مثل حرب الناقلات بتماما، لكن أنا أعتقد أنها لحظات يعني انقطاع النفس أو لحظات أو رقصة الطير المذبوح في جانب. نعم، أختم معك دكتور أحمد، هذا تضييق الخناق على النظام الإيراني بشكل كبير، يعني إعازها لأذرعها في المنطقة، الكل يتحدث بأنه لم يعد هناك صوت لهذه الأذرع سوى النظام أو الميليشيات الحوثية، بالتالي هي تحاول أو يحاول النظام الإيراني قدر الإمكان عدم خسارة هذا الذراع. بكل تأكيد طبعا هناك ضغط على أذرع إيران في العراق، وهناك ضغط على حزب الله كما نعلم الذي يحاصر ولا زال يحاصر. بقي الحوثي يعتقد أن لديه مبرر في حال وجود تحالف دولي لإعادة الشرع بقيادة المملكة لإعادة الشرعية، يعتقد أن لديه مبرر، وبالتالي إيران من الواضح أن إيران تضع كل ثقلها لدعم الحوثي لسببين. الأول هو أنه كما ذكر الأستاذ جاسر هو يعني ما يفعله الحوثي بالمملكة مواصل لما تفعله هي في الممرات في خليج هرمز وغيره في الممرات الماء الدولية. نعم. الممرات الدولية. الأمر الآخر أنها تريد أن تناكف المملكة وتريد أن تستفز المملكة، لكن المملكة لديها طول نفس، لأن إيران ليس لديها الآن في ظل الخناق الاقتصادي الشديد عليها إلا أن تواصل مثل هذه الأعمال، وأعتقد أن الأيام القادمة ستكون أسوأ بالنسبة لإيران، لأن هناك تحالف دولي أخذ بالتشكل وربما يتبلور في قادم الأيام. نعم، شكرا لك الكاتب والباحث السياسي الدكتور أحمد الفراج، وأيضا شكرا ممتد إلى الكاتب الصحفي السيد جاسم عبد الله الجاسر، وضيفي هناك من عمان الدكتور عصام ملكاوي الخبير العسكري والاستراتيجي، كنتم ضيوفا معي لحلقة هذا اليوم، فشكرا لكم جميعا.